السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده فيديو يعني هتكلم فيه عن حاجات وهتاسف لكل الناس ان انا طلعت الفتره اللي فاتت اتكلمت في موضوع الطلبه، موضوع المدارس وموضوع الكليات وموضوع دوت. انا عارف ان المواضيع ديت بتشغل الطلبه، بس الحاجات اللي طلعت اتكلمت عليها كان لازم توصل للطلبه عشان يبقوا فاهمين. كل واحد حر، انا ما بجبرش حد، ما بقولش لحد اعمل، ما بقولش لحد خلي. اول حاجه عايز اتكلم فيها ان مبروك يا جدعان، مبروك وهنيكم، واقول لكم حاجه كبيره جدا وخبر جديد انا سمعته وانبسطت جدا لما سمعته، ان روسيا بقت شغاله بنظام الكفيل. يعني النهارده عشان اجيبك روسيا لازم يكون ليك كفيل يتكفلك علشان يدفع لك المصاريف الدراسيه ويدفع لك مش عارف ايه. المهم ان روسيا بقت شغاله بالكفيل. استنوا يا جدعان، محدش يصدق كفيل ايه يا جدعان، احنا رايحين لمؤاخذه تفهمين. يعني هنا مفيش حاجه اسمها كفيل، هنا كل واحد متكفل بنفسه. هنا امضى او اجراء او اي حاجه لازم تكون مع الشخص مباشر، ده القانون الروسي مشدد على الحته ديت. حتى الطلبه او الناس اللي عايشه في روسيا، مش هقول الطلبه بس عشان محدش يقول لك بتكلم على الطلبه، هات لي واحد موجود في روسيا سمع كلمه يبقى ليك كفيل في روسيا قبل كده. واحد يا جدعان، واحد واحد واحد، ربنا كده يطلع يقول لنا ان انا عندي كفيل في روسيا. خدوا بالكم عشان الكفيل بتاعي قال لي ما تتكلمش كتير علشان عشان ما تكفلكش بالعربي كده. لا مؤاخذه ان انا بضحك، لان الفتره اللي فاتت ديت انا بقيت بسمع حاجات غريبه، حاجات يعني اقول لك ان انا راجل عايش هنا، انا راجل ولا اعرف الدراسه ولا اعرف الكلام دوت. على فكره انا مش خريج ابتدائيه يا جماعه والله زي ما الناس متوقعه، بس يعني ايه، انا راجل اشتغلت واشتغلت في السياحه واشتغلت سنين في السياحه، والحمد لله ان انا الناس يعني عارفاني. يعني انا مش بشكر في نفسي، هو الشكر لله اولا والعظمه لله، بس لما تيجي تتكلم على حد اطلع اتكلم مع الناس علني، ما تتكلمش في ميتنج وتقول لي الناس واحد اتنين تلاتة. لا 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 لا، بص احنا ناس كبيره وناس فاهمه الحمد لله. يعني ايمن النشار معروف، مش هقول لك في مصر بس، ومعروف في روسيا، معروف عند الناس كلها، مش معروف بجبروت ولا بحاجه وحشه، لا الحمد لله انا علاقاتي كلها مع كل الناس حلوه. يعني يكفيني بجد الشرف الكومنتات اللي انا بشوفها منكم، يعني بجد يعني اللي هو بقول ايه، هبه من ربنا ان حد يكتب لك كومنت كويس، فدي حاجه الحمد لله بتشرف بيها، وبقول الحمد لله ان انا اعرف كل واحد بيكتب لي كومنت من عن طريق القناه او عن طريق الفيس او عن طريق اي حاجه. فيا جدعان بجد انتوا ناس تتشال على الراس اذا كنا حلوين ولا وحشين، لان احنا عندنا اختلافات وجهه النظر، كل واحد عنده اختلافه. يعني انا ممكن اقول حاجه انت مش مقتنع بيها، مفيش مشكله، ممكن انا اقول حاجه ان انا مش مقتنع بحاجتك، بس في حاجه اسمها ان احنا لازم بنقعد مع بعضينا بنتفق وبنتكلم علشان نوصل معلوماتنا لبعضينا مش اكتر. الاختلاف حياه، يعني مش معنى ان احنا مختلفين ان احنا نقتل في بعضينا، لا 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 لا، الاختلاف عامه الحياه. هو ربنا خلقنا كلنا مختلفين بانواعنا بمصادرنا بكل حاجه. طيب انا ما عنديش حاجه على قناتي اتحرج منها، ما عنديش في يوم ان انا طلعت وقلت لواحد ابعت لي فلوس او اعمل لي حاجه وانا اخلص لك، لا لا. انا حتى لما باجي اخلص لحد حاجه انا بدفع فلوسها انا لحد ما اخلص له خالص، وبعد كده لما الشخص بيبقى موجود معايا بنقعد مع بعض وبنتحاسب. دي انا شايف ان هي عاديه، الحمد لله انا ربنا ساترها معايا، وراجل شغال وشغال قانوني على فكره، انا بشتغل قانوني وهقول لك قانوني ليه بحب اشتغل قانوني في روسيا. اول حاجه ان انا ليا في السنه حاجه اسمها اوتبوسك، كل 6 شهور باخد اوتبوسك. اوتبوسك دوت اللي هو باخد اسبوعين اجازه من الشغل مدفوعين الاجر. ايوه فعلا باخد اجازه من الشغل اسبوعين مدفوعين الاجر، و يعني دوت على كل الناس اللي هي شغاله قانوني. طيب حتى شغل التامينات، ان انا لما بروح اتعالج لو حصل لي حاجه لا قدر الله بروح اتعالج على حساب الدوله، لان انا راجل شغال قانوني. طيب انا كراجل برضو شغال قانوني، لا قدر الله لو حصل لي اصابه في العمل ولا حاجه، الشغل بيبقى مجبر عليا ان هو يدفع لي فلوس لحد ما اتشافى وبعد كده ارجع الشغل عادي. على فكره يا جدعان والله كلمه اقولها لكم، يعني انا شايف ان الشعب الروسي محترم جدا، حتى الناس اللي بقت تتعامل بالفلوس في الجامعات والكلام دوت اللي علمهم العرب مش الروس نفسهم، لان الروس نفسهم بيهابوا الحته ان هو يقول لك ايه، اطلع ورق او امضي مكان حد او اختم مكان حد، الحته دي مش موجوده في الروس، الروس نفسهم بيقلقوا منها خدوا بالكم. بس ما يعني ايه، للاسف انا بقولها للاسف، ان العرب بداوا يعلموهم. طب يا عم ايمن انت وصلت للمعلومات اللي انت فيها دي كلها ازاي؟ انت ايه اللي عرفك الكلام دوت؟ اقول لك، انا عايش في المدينه اللي انا فيها اكتر من 12 سنه، صاحبت كل الناس،
علاقتي حلوه مع كل الناس، مش مع العرب بس. هو العرب عندي هنا يعني ناس قليله، بس علاقاتي معاهم الحمد لله كلها كويسه، الحمد لله ما فيش حد بيقول عليا كلمه وحشه. الروس نفسهم اللي يعرفوني الحمد لله يعني ثقتي عندهم ان انا بتعامل معاهم كشخص نظيف. الاماكن اللي انا بصور منها، الاماكن اللي انا بدخلها، الحياه اللي انا عايشها هنا مش عايش كحياه طالب او مش عايش من جيب حد. يعني محدش جه قال لي ان انا هجيب لك او انا هخلي لك او بعت لي او صور لي مدينه واعمل لي مدينه علشان اقعدك في شقه. انا راجل الحمد لله مستوره معايا برب عيالي وعايش. على فكره انا ما بهابش من حد يا جدعان، انا ما بخافش. ليه بقى؟ لان انا اولا مش مزعل حد مني، ما حدش ليه حاجه عندي او ما قاسيتش حد. انا علاقاتي مع كل الناس حلوه، علشان كده يعني حبيت بس ان انا اوصل للناس بعض الحاجات عشان يعرفوها. تعرف حاجه عن المافيا الروسي؟ محدش يعرف عنها حاجه. المافيا الروسيه كنا بنسمع عنها ايام زمان. دلوقتي في روسيا في مافيا بس مش روسيه. المافيا اللي شغاله في روسيا حاليا هي المافيا العرب. ايه يا عم ايمن اللي انت بتقول الكلام دوت؟ لا للاسف فعلا ان المافيا العرب، لما قبل كده عملت فيديو واتكلمت ان سعر الدراسه في روسيا هو السعر الحقيقي، هو وزي الاخ ما اتكلم وقال لك نحسبوها بالورقه وبالقلم، الدراسه في روسيا النهارده يشاء بيا القدر ان انا اتعرف على شاب مصري، شاب من المنيا اسمه ماركو. شاب دوت شاب عسل جدا، اكلنا مع بعض عيش وملح. ويا ماركو انا فرحان ان انا اكلت معاك عيش وملح، فرحان ان انت بتشوف الفيديو دوت الصراحه. طيب النهارده احنا شابينا القدر ان احنا نروح نعمل الاستراخوفكا. ايه الاستراخوفكا ديت يا عم ايمن؟ الاستراخوفكا ديت اللي هي التامين اللي هم قالوا عليها ب 6000 روبل. المهم في الاخر الاستراخوفكا تطلع بكام؟ لا انا مش هقول لك السعر، انا هوريك الموقف اللي حصل النهارده فعلا وانا ميت على نفسي بالضحك انا وماركو. بس اهم حاجه ان احنا عملنا الاستراخوفكا بتاعت ماركو. صباح الفل يا رجاله، عايز بس اقول كلمتين صراع للناس اللي هم في بسكوف وعايزين يعملوا الاستراخوفكا بتاعت الميديسيسكا بتاعتهم. ماركو انا نصبت على ماركو يا جدعان وخدت فلوس وهيعمل ترند عليا. بص يا جدعان، الاستراخوفكا ما طلعتش ب 100 دولار زي ما الناس ما بتقول، الاستراخوفكا طلعت ب 22 دولار. اهيت موجوده في مدينه بسكوف، هنزل انا العنوان بتاعها. الناس اللي عاوزه تعرف الاستراخوفكا بتتعمل ازاي، ب 22 دولار بالظبط، عامله 1760 روبل. 1760 روبل، اقسم بالله العظيم يا جدعان هو ده السعر بتاعها. والله العظيم هو ماركو عشان هو بيقول ده انا بنصب عليه. فيا جدعان اللي عاوز يعمل الاستراخوفكا بتاعته في مدينه بسكوف يكلمني واحنا هنساعده ان هو يعملها. دلوقتي انا عاوز اجي روسيا وعايز افتح مشروع او عاوز اشتغل في روسيا واعمل فلوس وافتح شركه او افتح حاجه اسمها اي بي او حاجه اسمها او او او. لما الرئيس بوتين طلع قرار ان الطالب يسمح ليه ان هو يشتغل بجانب الدراسه، هو فعلا القرار ده اتثبت وخلاص الطالب يقدر يشتغل بس في حاله واحده بس، ان هو يشتغل شغل ايه؟ شغل مهني، يشتغل في كافيه، يشتغل في مطعم، يشتغل يعني ان هو يبقى عنده دخل داخله جنب الدراسه بتاعته بحيث ان هو يقدر يساعد نفسه. مش معنى كده ان انت تشتغل من وراهم تفتح شركه وتجيب طلاب والكلام دوت، الكلام ده كله لازم بيتعمل له حاجه اسمها او 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 اي بي. اي بي ما اعتقدش ان هي تنفع الموضوع دوت، لان انت علشان تفتح شركه للطلاب بيكون العقد بتاعها مش اقل من 15 مليون روبل. طيب انت النهارده شغال بتجيب طلبه وبتجيب الكلام ده كله، الكلام خد بالك ان انت لو اتثبت عليك اي حاجه عند الضرايب، الضرايب في روسيا ما بتهزرش. هي الضرايب في روسيا ما بتحبسش كتير بس بتزعلك في الفلوس، يعني اقل حاجه ان انت ينزل عليك غرامه من الضرايب الروسيه مش هتقل عن مليون روبل. ده القانون الروسي يا جماعه. طيب النهارده ان انت جاي روسيا وعاوز تاخد اقامه، هشتري بيت واخد اقامه. انا عملت فيديو وباكد على الفيديو دوت ان انت من خلال البيت اللي هتشتريه تقدر ان انت تاخد اقامه، بس مش زي ما انت متوقع ان انت خلاص اشتريت البيت خلاص ان انت هتروح تسجل عليه الاقامه وخلاص. لا 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 لا، انت ما بتشتري البيت بتعمل حاجه عليه اسمها الريجستراتسا اللي هي محل اقامتك، ان انت تقدر تطلع وتدخل في اي وقت روسيا من غير ما حد يعمل لك فيزا، تقدر على خلال البيت دوت ان انت تاخد فيزا لمده 3 شهور، وبتقدم على حاجه اسمها الكوفوتا. الكوفوتا ديت اقول لك انا الكوفوتا ديت اللي هي نظام الحصص بتطلع ازاي. النظام ديت يا جماعه مش زي ما انتم متوقعين ان هي سهله وبتاع، كل دوله فيها اليمين وفيها الشمال، فاحنا فاهمين الحته ديت. بس الروس بيحبوا يلعبوا قانوني شويه فدماغهم مصحصحه في الحته ديت، لان موضوع الكوفوتا دوت يعتبر ليهم بيزنس.
يعني انت عندك في مدينة بسكوف مثلا بيخرج كل سنة تقريبا 600 حصة، المفروض ان هي بتبقى طالعة ل 600 شخص. طيب ال 600 شخص دولت هياخدوها ازاي؟ القصة كلها بتبقى ماشية عن طريق المحاميين، المحامي اللي يقدر يظبط لك كل حاجة في موضوع الكوفوتا ويجيبها لك بسهولة. طب تكلفة المحامي كام علشان يخلص لي حوار زي دوت؟ لا يقل عن مليون روبل. مليون روبل اللي هو تقريبا بنتكلم مثلا في 17-18 ألف دولار، بس هيخلصها لك المحامي، هيخلصها لك ان انت تقدر تاخد اقامة حتى لو مش شاري بيت. المحاميين هنا شطار جدا وبيفهموا في القانون وبيعرفوا يشتغلوا عليه صح كده. يبقى احنا خلصنا مع موضوع البيت علشان ما حدش يرجع يسألني عليه تاني. انا كراجل طالب عاوز اخد اقامة، طب هاخدها ازاي؟ انت كطالب ليك حاجتين بس اللي يخلصوا لك موضوع الاقامة دولت. اول حاجة عن طريق الجامعة، ان انت هتقدم على الكوفوتا عن طريق الجامعة مش عن طريق اي حد تاني، تمام؟ تقدر ان انت تروح المجدنارودني. المجدنارودني اللي هو مكتب تخصص الاجانب عامة، يعني الناس اللي هم بيتعاملوا مع الطلبة الاجانب. احنا كمصريين بالنسبة في روسيا احنا بالنسبة لهم برضو اجانب. طيب الحل التاني بقى اللي هو المعارف، لو ليك معرفة هنا فعلا في روسيا ويكون ناس محترمة تقف معاك وتخلص لك الموضوع دوت، هيقدروا ان هم يخلصوها لك. غير كده محدش يقدر يخلصها لك. يعني هي كل حاجة بتمشي بالفلوس عامة، بس يعني ايه حلاوة الروس ان هم لما بيجوا يطلعوا اي ورقة، اي ورقة بتطلع من الشعب الروسي بتكون طالعة مختومة بختم النسر. الختم بتاعهم ختم الازرق دوت، بتلاقيه ظاهر بدرجة كبيرة جدا على اي ورقة. وفي حاجة، انت في روسيا لو واحد طلع لك عقد او طلع لك ورق وقال لك اني دوت بيغني عن حاجة، الكلام ده كذب يا جماعة. لان الفترة اللي فاتت انا شفت ان ناس اتبعت لهم العقود واتخذت منهم فلوس واتقال لهم ان العقد دوت هيلغيك عن القبول بتاعك في روسيا. لا 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 لا، بص، هو اول حاجة انت ما بيجيلك القبول من روسيا من الجامعة اللي انت مقدم فيها، بالقبول دوت انت مش مضطر ان انت تبعت فلوس، هي الجامعة بس بعتت لك قبول لحين استخراج الدعوات. وخروج الدعوات ده هيطلع امتى بقى؟ انا بصراحه ما اضحكش عليكم، ما اقدرش اقول لك بالظبط مدينه بسكوف او اي مدينه تانية هتعمل الدعوات امتى، لان الوضع اللي روسيا عايشاه الايام دي يعني مش ظريف يعني، ويزعل الناس. وعلى فكره يا جدعان انا بكلمكم بجد، يعني ان المفروض ان احنا دلوقتي في الاجازه اللي هي ايه النص سنويه كده عند يوسف ابني في المدرسه، المفروض ان هو واخد اسبوع اجازه، فالمدرسه ادتنا اسبوعين. فممكن بقى كل واحد يحسبها زي ما هو عاوز، بس انا شايف ان الوضع قدامنا ما بقاش زي الاول. موضوع الكمامات وموضوع زيادات الاعداد في المرض وبتاع بدات تزيد، فربنا يستر على الجميع طبعا وعلى الطلبه وعلى الناس اللي عايشه هنا. نهايه الحوار يا جدعان، خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من فلوسكم، خشوا على الانترنت اتكلمهم اسالهم اعرفهم. مش ان انت هتدفع فلوس وخلاص، انت لازم تطلع فلوس تبقى عارف انت بتدافع فلوس ليه، بناء على ايه، الاحتياطات اللي انت عاملها دي كلها ليه. اعرف ان انت جاي روسي، انت هيكون كل اعتمادك على نفسك، اعتمادك اكلك شربك لبسك الكلام ده كله. انا اعتبر يعني الحمد لله من اكتر الناس اللي انا طلعت اتكلمت على موضوع الطلبه من ناحيه ان هم هيجيبوا ملابسهم ازاي، هيروحوا يخلصوا الاستراخوفكه بتاعتهم ازاي، هيعملوا يشتري عربيه ازاي، ياكل يشرب فين، الكلام ده كله. انا الحمد لله يعني عد لله، يعني الحمد لله طلعت اتكلمت في ازاي تجيب ملابس من بسكوف. وعلى فكره يا جدعان انا اول مره اعرف النهارده والله العظيم ان فعلا الطلبه بدات تروح المحل دوت وتجيب اللبس من هناك، وبجد انا فرحان ان هم عرفوا فعلا ان في اسعار رخيصه ويقدروا ان هم يروحوا يعملوها. طيب تاني حاجه، اي طالب في بسكوف او جاي بسكوف او محتاج اي حاجه من بسكوف هيوصل لي بسهوله. يعني الحمد لله انا علاقتي مع الطلاب اللي موجوده كلها هنا علاقه كويسه جدا، وبالذات عصام حبيبي، عصام ابن كفر الشيخ، هو كفراوي صح، خد بالك، بس انا بحبك يا عصام، وبحبك يا رامي، وبحبك يا ماركو، وبحب الشباب كلها على فكره. وبالذات لو في بنات في مدينه بسكوف، لو في بنات ومحتاجه اي حاجه في مدينه بسكوف، انا هتعامل معاكي كاخ كبير مش اكتر. اي حاجه انت عاوزاها هتخلص لك وانت قاعده في البيت مكانك. الناس اللي طلعت بتتكلم على موضوع الطلبه وبتجيب الطلبه، ما هنش على واحد فيهم يطلع يعمل فيديو يقول للطلبه هتجيبوا الاكل منين وهتجيبوا الشرب منين ولا هتجيبوا الملابس بتاعتكم منين. الناس دي تخصصاتها فقط ان هم بيخدموا مع شركات او مع ناس بالعموله، بيطلعوا يجيبوا الطلاب وبعد كده الطلاب بتيجي هنا ما بتشوفهمش. ده امر واقع انا بسمع وشايفه بقالي 12 سنه. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق انت حاجه بتعيد عنك، انت كده كده مش اذيني في حاجه. انا هنا راجل عايش، معايا الجنسيه، ما عندي اولادي، عندي شغلي، عندي بيتي، عندي كل دنيتي. فخدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم من فلوسكم،
صاحبوا بعض بالخير وخليكم كويسين مع بعضيكم. خدوا بالكم ان في ناس عرب هنا رجاله، في شباب رجاله فعلا، ان هو هيقف معاك مش هيبيعك في اي حاجه. انا مش واحد منهم، انا اعتبروني حاجه خاصه كده، تعتبرها حلو تعتبرها وحش، بس انا بعتبرها حاجه اخويه ان احنا اخوات مع بعضينا. المهم معلش ان الفيديو طويل عليكم، بس كان في توضيحات اعتقد ان هي ممكن توصلها الناس محتاجاها. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.